مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. لا حديث النهارده الا عن كهرباء وغرامه كهرباء ومشكله كهرباء. وعلى فكره انا مش مندهش، مش حاجه، مش عشان في ناس حطاني طرف في الموضوع، لا، عشان الكهرباء اوريدي في مشكله على مستوى العالم كله، في ازمه طاقه على مستوى العالم كله. فلما كهرباء يبقى من ضمن الازمه دي يعني مقبول. يعني اوروبا فيها ازمه طاقه وفيها اضرابات وفيها مشاكل وفي كل حته في العالم، يعني حتى كهرباء هنا عامل مشاكل. مش بس عامل مشاكل مش بس عامل مشاكل بانه هيرجع يلعب ولا لا، هيدفع نص الغرامه ولا كل الغرامه، هنقتص منه ولا لا. صراع رهيب جدا. وبقى للاسف طرفه زملاء اعلاميين او اصدقاء من السوشيال ميديا بقوا اطراف زي الجماهير بالظبط. ودايما ما بلومش على الجمهور، لانه بقوله ان الجمهور هو بيشجع بانتماء، لكن بتاع الميديا لما بيجي يتكلم بيتكلم بمعلومات وبتوثيق، ده شغلته. علشان كده هو قاعد قدام مايك، وعلشان كده هو ماسك قلم وبيكتب، او قاعد على الكيبورد بيكتب، لانه بينقل للناس. فالناس بتستقي منه المعلومه وبتستقي منه الحقيقه وتستقي منه كل شيء. فهو شغلته غير الجمهور. الجمهور منتمي، ممكن الجمهور يخش يحتد، الجمهور يخش غضبان، الجمهور يخش مبسوط، الجمهور يطلع الموضوع ده السماء ينزله الارض، لان الجمهور حتى لو عارف انه غلط برضه هو منتمي لطرف تاني، فهيبقى مع الطرف التاني حتى لو عارف ان الطرف التاني غلط. لكن اهل الميديا ما ينفعش يبقوا كده بصراحة، يعني وده خطأ بظن انه غير مقصود، انه في ناس تتجرجر للعب على اوتار ومشاعر الجماهير. وانا بقول غير مقصود عشان هتبقى مصيبة لو كان مقصود، هتبقى مصيبة الحقيقة في الشغلانة بتاعتنا دي. انما انا هعتبره غير مقصود، التوثيق في المعلومات والبحث عن اصل المعلومات من مصادر المعلومات شيء مجهد شويه، لكن في الاخر انت كده بتبقى اديت دورك. وما اتكلمناش في قصه كهربا دي من اول ما اتكلمنا فيها لغايه النهارده الا نتيجه لمعلومات موثقه من مصادرها. فنحن لسنا اطراف في القضايا، نحن نطرح القضايا، نحن نحلل القضايا. مره كان الكابتن سمير زيار الله يرحمه، كنت فاتح قضيه خاصه بمشاكل ومستندات وفساد وحاجات كده يعني في اتحاد الكوره زمان يعني، وناس قعدت تقول لي لازم تروح للسيد النائب العام وتقدم بلاغات للنائب العام، ولازم ما اعرفش، واللي عايز يصالحني على الكابتن سمير، واللي عايز فرحان في الكابتن سمير، واللي قلت لهم يا جماعه انا مش طرف في قضيه ضد الكابتن سمير اساسا، لان لو رحت للنائب العام اصبحت طرف في القضيه، فكيف اطرح موضوع انا طرف فيه او خصم فيه؟ زي الناس اللي بتقعد الهام تتهوها وشويه كده على الفضائيات تتكلم وتجيب سيرتي، ما بتكلمش يعني، ما لاني بعتبر نفسي مش طرف في القضايا، حتى لو ناس عايزه تزقني طرف في القضايا، وده غلط مش عشان خاطر انا يعني الفريكيكو، لكن هي دي اصول الشغلانه بتاعتنا. النهارده اتحدى اي حد سواء كان زملاء او اصدقاء من السوشيال ميديا او اصدقاء من اي حته او حتى من الجمهور كتب رايه على انه هو المعلومه اللي بيصدرها للناس وهو تاكد منها او وثقها. اتحدى، لانه كل الناس تقريبا او 90% من الناس اللي طرحت الموضوع النهارده طرحها بشكل خاطئ، ده محمود كهربا. علشان كده قلت لازم اجيب لكم المعلومات الصادقه وموثقه. هي مش قصه ان انا اطلع كهربا احسن حد وهيلعب او ما يلعبش، ولا قصه انه الزمالك هياخد فلوسه كامله من كهربا او نصها من كهربا ونصها من النادي البرتغالي، او مش قصه ان كهربا هيقسط او مش هيقسط، او مش قصه ان كهربا هيلعب في كاس العالم او لا. انا مالي، مش شغلتي يعني، ماليش فيه يعني.